أخبار اليوم. التطوير واحده واحده حسب الامكانيات اللي احنا طالبينها منه في المعارض، يعني شغل اسبوعين لو استمر لمده شهر اللي هو ده ممكن يعمل حاجات كتيره جدا، انه يقدر يتكلم مع الزائر والحركات اللي بيعملها دي لو هي متبرمجه على ان هو ينفذها بشكل معين هيتفاعل مع الناس بالشكل اللي هم طالبينه. في مجموعه من السنسورز اللي موجوده في الروبوت اللي هي مفعله حاليا، تمام، مخصصة لوجود أشخاص معينين لما بيقربوا من الروبوت يبدأ يهدي الحركات، بالإضافة لأن التعبير بتاعت الوجه بتتغير حسب الظرف اللي هو موجود فيه، إذا كان الظرف سعيد أو ظرف فيه خطورة معينة فبيدي حزن أو بيدي شكل الإنذار معين، تمام؟ الروبوت تصنيع محلي 100%، إمكانياته كلها موجودة عندنا، تمام؟ المركز ديسكفري العلوم هو مركز رائد في المجال ده لانه بيعلمه للطفل بدايه من الاطفال الصغار، شاركوا فيه اطفال معانا في التصميم بتاعه، منهم الاطفال الموجودين قدامنا وهم هيوريكم الحاجات اللي هم عاملينهم بايديهم برضه، تمام؟ في الجزئيه الروبوت مخصص في مجال اكتشاف الألغام في المناطق الصحراوية. طبعا هي المنطقة العجل ده مش هيمشي على الخشب، هو معمول للرملة، تمام؟ عن طريق ان هو بيحس بوجود معادن معينة، المعادن اللي بيصنع منها اللبن على عمق معين تحت الأرض، تمام؟ وبعد كده بيدي انذار معين، انذار ضوئي وانذار صوتي، بيوصل للشخص بيحدد المكان اللي فيه اللبن وبيتفاداه. طبعا البرمجة اللي موجودة قدامنا هي برمجة الطلبة بنفسهم. هنا أكيد لو احنا جبنا المجالات دي كلها وقلت لابنك وابني وأبنائنا كلنا إن احنا نتعلم حاجة زي دي ويتعلموا كهرباء وميكانيكا لما يوصلوا في سن يبقى طالب هندسة، هل معلوماتها هتبقى زي معلومات الطالب اللي بيقضي حياته كلها معلومات تافهة أو مجرد إنه بياخد حاجات تعليمية في المدرسة بس؟ حضرتك كلمنا عن المشروع الديسكفري دوت وايه فكرته وجت ازاي؟ بس حكاية الفكره جت من اكتر من 5 6 سنين مثلا تقريبا، هي كان تحديدا الحاجه الاساسيه اللي خلتني ابدا افكر، يعني ساعات بعض الاحيان بتجيلي كده نقطه او حاجه حدث معين بيحصل في حياتك بيخليك تغيري وجهه نظرك. ان انا كنت دايما بلاقي طلبه ثانويه عامه طالعين متصورين في الجورنال وبعد امتحان في الفيزياء والكيمياء والمواد الهندسيه والعلميه كلها عياط بقى وضعنا، لان الامتحان جه بشكل نوع من التفكير شويه عكس ان احنا متعودين عليه نظام الحفظ. طب ايه يا جماعه اللي خلى الواحد او الطفل او الطالب في ثانويه عامه يحفظ الماده العلميه؟ المفروض تتفهم. طب ايه اللي بيخليه يحفظها؟ نظام التعليم في المدارس بشكل بيجبر الطالب ان هو احفظ عشان تنجح. طب ده غلط. طب احنا نعمل ده ازاي؟ نحل المشكله دي ازاي؟ ان انا اخلي الولد يتعامل مع الماده العلميه من صغره على انها حاجه بيحبها. تمام. حاجه بتطلع قدراته اللي جواه وبيشوف نتائج القدرات دي، نتائج الشغل ده ايه؟ مش حاجه بيحفظها. فلو طبقنا المنهج ده او طريقه التعليم في المدارس في المواد العلميه هتطلع نتائج ما حدش فيه دلوقتي. النتاج ده ان احنا انا بفترض ان اللي جاي لي دوت ممكن ما يكونش متعلم اصلا. شرط يكون في مدارس طبيعية. لا هو بس عنده موهبة وعنده هو عايز وجواه قدرات وحاسس ان هو ممكن يعمل حاجة. تمام؟ فبنتعامل معاهم الموضوعات الهندسية اللي موجودة من كلية الهندسة، الموضوعات العلمية، كلية العلوم، أي مادة علمية بنتعامل معاهم في المواد ديت بطريقة مبتكرة، إن الولد بيمارس
الشغل بنفسه بايده، فبيبدا بيستوعب الماده لما يبقى سوى المحتوى العلمي اللي بيقراه بمنتهى البساطه، لان هو اتعامل معاه بشكل فعلي وحب دخل ورشه ومسك ادوات الورشه وعاش دور اللي هو ممكن يكون ميكانيكي،